في حاجه اسمها ثيرد هاند سموك اللي هو التدخين الطرف الثالث بقى. يعني مثلا انا جيت على مكتب او ترابيزه زي دي وكان في ناس مدخنين قبل مني وخلاص مشي، لكن في بعض الملصقات الصغيره كده ممكن انا احط ايدي تلزق نيكوتين، في بعض مواد من السجاير بتلزق مثلا المكتب بالترابيزه بالستاير بالبفروشات. لو انت جيتي في مكان واحد مدخن من غير ما تكوني قعدتي معاه تيجي وراه تاخدي برضو بعض الايه اثار التدخين. فلذلك مهم جدا الامتناع عن التدخين، ومهم جدا مؤسسات بلا تدخين ومدارس بلا تدخين ومستشفيات بلا تدخين. انا بزعل جدا يعني اول حاجه وانا داخل معهد القلب بعد ما مسكت من اول الباب بتاع الامن اقول له ايه ده انا شامم سجاير، يقول لي يا دكتور ده انا بره، اقول له لا معلش برضو على السلم لو لقيت حد ريحه سجاير كده ببقى قلقان جدا. انا دخلت هنا اول حاجه عملتها في صدى البلد بالصمت طبعا السجاير، قال لي اه ما هو احمد رجب. فمهم جدا اللي التدخين، يعني التدخين ده يا ريت الناس اللي في الاماكن القياديه او الرموز بتاع المجتمع اللي الناس بتحب تبص لهم يبطلوا هم السجاير، عشان الناس بتقلد لما يعني بيلاقوا واحد ناجح وكده وبيدخن يبداوا يقلدوه بالذات الشباب. فمهم جدا ان احنا ندي القدوه. والطبيب المدخن لا يقنع احدا، يعني انا بلاقي زمايلي بقول له يا حبيبي ما انت هتقول له للعيان اللي ما تدخنش ازاي كنت سجاير وريحتك سجاير ومكتبك سجاير والطفايه عندك مليانه، لما يجي لك تقول له ما تدخنش يقول لك ايه ما انا هقول له لما ابقى عيان زيك همتنع السجاير. اقول له لا ده منطق مش قوي، برضه منطق مش مقنع. الطبيب المدخن لا يقنع احدا. وانا حتى احب ان يكون المستشفيات اول مكان ما يبقاش فيه تدخين.